السلام عليكم شباب، مع أخبار جديدة. واليوم راح نتكلم عن اللعبة المنتظرة بقوة اللي هي Doom Eternal. طبعا تم إعلانها في E3 لكن بدون أي جيم بلاي فوتج، بس كانت تيزر أو الاسم. ويوم الجمعة كان في كويك كون، شفنا الجيم فوتج تقريبا ما يقارب 25 دقيقة، وشفنا الكثير اللي من الأشياء اللي كنا باين نعرف عنها أصلا كجرافيك لي، وين بيكون اللعبة، هل في كوكب مريخ أو كوكب ثاني. طلع إنه بيكون في كوكب الأرض مع وحوش جدد، والميزة الحين في الوحوش إن كل وحش في عنده ميتر أو الباور مثل ما نسميه، وفي أسلحة جدد كثيرة، والبطل عنده شيء مثل سكين في يده دائما يستخدمها لقطع الوحوش، وفيها حركات جديدة لما تضرب الوحش. في حركات انه في الجزء القديم انه يكسر مثل ما يكسر ضروسه او شيء ثاني. ففي هذا الجزء في نفس من هذا، بس مع لقطات جديدة واحلى صراحة. ونتكلم عن جرافيكس رهيبة جدا، باين انه 4K على 60 فريم اللي انا اشوفها. اتوقع ان انفيديا راح تعلن بجرافيك كارد جديده، يمكن يكون 11 سيريز الله يعلم، بس اتوقع ان راح يستخدموا لعبه دوم انترنال كشوكيس لقوه الجرافيك كارد الجديده، لان اللعبه صراحه قويه جدا والجرافيكس قويه جدا. اللعبه يعني من الجيم بلاي الفوتج باين ان الشيء خرافي راح يكون، ومعروفه دوم انها فيرست بيرسون شوتر. اللعبة حلوة جدا، اللعبة الجزء القديمة كانت حلوة واجد. أتوقع هذا الجزء راح تكون أكبر وأطول ومع أشياء جديدة أكثر. طبعا ما نعرف أي شيء عن أونلاين بلاي، بس شفنا من سينجل بلاي أو ستوري مود يمكن يكون، وشفنا الجرافيكس. أغلب أوقات جالسين يرون الجرافيكس كيف الجرافيكس، وأشو اللي أشوفه صراحة خيالية جدا. طبعا أنا راح أشتريها على البي سي، من الجرافيك شيء رهيب. وفي شيء مفاجأة شباب بعد صارت، إن أعلن اللعبة راح تصدر على النينتندو سويتش. نشوف باتيستا هالأيام وايد يعني مثل ما نقول يعني واجد تعطي سبورت لنينتندو سويتش، طبعا لأن الدوم القديمة نزلت على النينتندو سويتش وبعد اعتقد زين ما انه واجد بس بعد. شباب بعد ميزة في الشوتجن، فيها مثل سلسلة لما يضرب الشخصية الشوتجن في زر يمكن تضرب، يعني شيء مثل سلسلة يدخل داخل الوحش يعني ياخذك عنده، يعني كأنك جالس تطير وتروح عنده. ومثل ما شايفين في الفوتج، بنخلي في الفوتج وبنراويكم انه عنده سكين بعد نفس الشيء في يد الشخصية. وبعد وش الميزة الجديدة بعد شفنا؟ أشياء كثيرة الصراحة شباب، يعني الفريم ريت مثل ما قلتكم، الجرافيكس عجيبة جدا، وأنا أتوقع أن اللعبة راح تكون رهيبة. طبعا إذا حد با يسأل يعني يسأل إذا أنا راح أشتريها على السويتش، طبعا راح أشتريها لأن في أدفانتج على السويتش أن أقدر أخذ أي مكان معي. طبعا جرافيك لي يعني اللعبة الرئيسية راح ألعب على البي سي، لكن كي يكون عندي اني اقدر ألعب اي مكان، هذا شيء حلو صراحة. اتمنى يكون في كروس بلاي، او انه ممكن تنقل السيف داتا من بي سي او اكس بوكس الى نينتندو سويتش، لان مثل ما نعرف ان صارت كم لعبة فيها الاوبشن هذه ما بين سويتش ومايكروسوفت، ما اعرف بينهم تعاون في هذا شيء حلو صراحة. أتمنى أن حتى البلاي ستيشن يدخل معهم في الميدان، ويعني يعطي صرفا أنه ممكن نقل السيف داتا. إذن شباب هذه كانت أخبار اليوم عن دوم انترنال، نشوفكم في حلقة ثانية، شكرا.